وقع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع سمو الأمير سعود بن ثنيان اليوم عقدين لإنشاء محطتين كهربائيتين فرعيتين رئيسيتين في مدينة رأس الخير الصناعية بقيمة إجمالية تقارب المليار ريال. وينفذ مشروع محطة الطاقة الكهربائية محطة التحلية في رأس الخير بتكلفة 15 مليار و 682 مليون ريال ومدة تنفيذه 3 سنوات ونصف السنة. أعتقد هذا المشروع سينجح نجاح كبير جدا، وذلك لتوفر المقومات الأساسية سواء كان من بنى تحتية الآن الهيئة جهزتها وهي الآن تستطيعون أن تزورونها، أو من خلال توفر اللقيم من الصناعات الأساسية، أيضا توفر الشركات الراغبة في الاستثمار في الصناعات التحويلية. وآخر ولله الحمد اتفقنا مع وزارة البترول ومع شركة صدارة قبل يومين على مشاريع في الصناعات التحويلية سوف تكون من نواة المشاريع الموجودة في المنطقة، وقد ولله الحمد أنهينا كثير من الاتفاقيات معهم بحيث أن تكون جاهزة إن شاء الله عند إنتاج الشركة، كما أن الشركات القائمة مثل سابك وشبرون والتصنيع والشركات الأخرى اتفق معهم على مشاريع، وكان هناك في تنسيق كبير بين وزارة البترول وبين الهيئة الملكية للجبيل ينبع لاستقطاب هذه الاستثمارات ولتوفير البنية الأساسية لهذه الاستثمارات. ولا ما في شك أنه في شفافية وفي وضوح وفي مواصفات معينة واضحة، المقاول إذا وجد من يتابعه ووجد مواصفات فهو ملزم أن يؤدي عمله على أفضل وجه. قطاع البتروكيماويات يقوده اليوم الإنسان السعودي سواء كان على مستوى القيادة أو على مستوى الفنية أو على مستوى التسويق والاستثمار. الإنسان السعودي اليوم أصبح يقود مشاريع الاستثمار في قطاع البتروكيماويات خارج المملكة حتى، وأصبحنا ولله الحمد يعني متواجدين في الصين، في أوروبا، في أمريكا، شباب من شباب المملكة يقودون هذا القطاع بمشاركات بالطبع خبرات أجنبية. أيضا الأبحاث والتقنيات، أصبحنا نملك تقنيات كبيرة جدا يعمل فيها الإنسان السعودي، فأنا أعتقد أن خطة الدولة كانت طموحة، وكان الإنسان السعودي في مستوى الثقة اللي أعطيت له، وأنا فخور جدا بالشباب. انطلق